رح نتابع محطاتنا، واليوم ضيوفنا رح يخبرونا عن حملة كتير مهمة، حملة وقائية، وعنوانها الدفا بإيدك، حملة لجمع تبرعات ومساعدات لكل المحتاجين، وهذا عدد كتير كبير للأسف عم بيزيد يوم بعد يوم. واليوم رح نستضيف معنا بالستوديو ضيوفنا ثلاثة رح يخبرونا بالتفصيل عن هالحملة. معنا اليوم أيمن محمد شوك، وهو طالب بكلية الحقوق وبالماجستير حاليا، وأيضا معنا غنى عياش وهي مهندسة مدنية، ومحمد بزال وهو مهندس معماري. أيمن، غنى، محمد، صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. فعلا موضوع كتير مهم، وموضوع كتير للأسف الشديد يعني صرنا عم نلاحظ انه عم بتزيد الحاجة له. صحيح. انما بالمقابل لما بنشوف الحمد لله في هيك ايادي عم بتحاول تعمل الدفا بإيدك، فعلا هذا الشيء بيكون هيك بكبر لنا قلبنا اذا فينا نقول. مع وجودك معنا اليوم كمان كطالب حقوق، انا اليوم بدي اقول انه اكتشفت كمان من ايمن انه اليوم طلاب الفرع الثالث بكلية الحقوق عندهم امتحانات فصلية، بقى كل التوفيق لكم ان شاء الله، ونحن بحاجة لكم كل المحامين ان شاء الله حاليا وبالمستقبل انه يقدروا يحموا القوانين بلبنان ويقدروا يحملوا هالحمل الكبير بلبنان. ايمن، كيف اشتغلتوا على هالحمله وكيف ابتديتوا فيها وكيف وصلنا لليوم؟ اولا نحن بنحب نشكركم كثير على استضافتنا، هيدي ان شاء الله نحن بتكون شراره انطلاق لنا. اهلا وسهلا. بتكون شراره دعم، يعني شراره شكرا منكم للمجهود اللي نحن عم نعمله. صراحة نحن دائما مواكبين ضمن العمل الاجتماعي كثير حالات، ومواكبين العاصفة مثل أي لبناني تاني. صح. نحن وصلتنا صور يمكن للعاصفة لأشخاص عانت وعانت جدا صراحة، يعني صور يمكن بتمس قلب كل إنسان، بتمس قلب كل لبناني. مش أشخاص لبنانيين بس، نحن عنا إخواننا النازحين السوريين. صحيح. كمان موجودين عنا بلبنان. هيدا الشيء يعني مثل شعل، يعني هيدي الإنسانية اللي بقلبنا هي مش ميتة، بس الإمكانيات اللي بين إيدينا نحن دايما منحسها كشعب وكمواطن، اللي نحن كمان أساسا عم نعاني من ضيقة اقتصادية كتير صعبة. هيدي الفكرة خطرت لي، فدايما نحن كنا على تواصل أنا والأستاذ محمد والأستاذ غنى، وطرحت عليهم الموضوع، قلت لهم شو رأيكم نحن نطلع بهيدي الحملة ونكون كلياتنا إيد واحدة فيها، ومنشوف قد ايه الله بيقدرنا لحتى نحن نعمل يمكن لفتة صغيرة، يمكن مثل في مثل صغير بيقول لي بي دائما، يمكن حجرة بتسند بنية أو حجرة بتسند خاوية. صحيح. فقلنا إنه بأي شيء صغير نحن ممكن نساعد فيه. الحمد لله أطلقناها يعني بقعدة جلسة ودية مثل هيدي، ولقيت كتير تجاوب من الناس، لقيت كتير انتشار بين الناس، يعني وصلنا بمرحلة كتير صغيرة، يعني بخلال ساعة وصل لألف شخص يعني نشر الحملة معنا بين ستوريات وفيسبوك وسوشيال ميديا. برافو. لقينا تجاوب من ناس بعيدة عنا، مش بس أصحابنا اللي لهم كل الشكر، ناس بعاد عنا، ناس لفتهم الموضوع، ناس يمكن كان بدهم بس حدا يهزهم. دايما بحكي أنا عن هيدي الشرارة اللي هي انطلاقة أمل. صحيح. هيدي الشرارة يمكن اللي بتحرك أي شيء الإنسان قادر يعمله، بس بده الدفشة، ونحن يمكن كنا هيدي الشرارة وهيدي الدفشة اللي خلت الناس تنطلق معنا وتساهم معنا بهيدا الموضوع. وعن جد في كتير ناس، وأنا بأكد للناس أنه في كتير ناس بعدها قلبة طيب، في كتير صحيح ناس صحيح. الخير بعده موجود فيها لبنان، مخلي بس الضيقة اللي عم بيضيق فيها، اللي عم بيمر فيها لبنان كتير صعب عليه، كتير صعب على المواطن، بس الناس بعدها بخير والناس بعدها لبعض عن جد. الحمد لله. بس مثل ما ذكرت بدهم بس تذكير صغير، وبدهم حدا بس يقول لهم انه نحن قادرين ناخذ بايدكم ونوصلها للايد المحتاجه. تماما. وهون انا كمان كنت حابه احكي معك غنى المهضوم، انه انتم ثلاثه كل واحد منكم من مجال مختلف، يعني دائما بنقول التنوع اللي موجود بلبنان، انما هالمره تنوع بالمجالات كمان حياتكم انتم الدراسيه والمهنيه حتى هلا، خليكم تجتمعوا مع بعضكم على هدف انساني كثير كثير مهم. يعني هون لما بلشتوا تحكوا بالموضوع، لما بلشتوا تطرحوا هالقضية، ومثل ما ذكر أيمن هون انتشرت دغري على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بلشت تتحقق على الأرض؟ لأنه بالنهاية بدنا نشوف بعدين، مش بس بدها تضلها على السوشيال ميديا، بدنا نشوفها فعلا واقع بين إيدينا. هو نحن مش بس كل واحد من مجال شكل، نحن كمان كل واحد من منطقة شكل، يعني نحن ثلاثتنا من الشمال، بس أنا من عكار مثلا، محمد من طرابلس، وأيمن من الضنية. ونحن بهول ثلاث مناطق يمكن أكثر مناطق نحن منشوف الفقر بعيوننا كل يوم. صحيح. يعني منشوف حالات إنسانية كتير صعبة، شيء منلمسه بشكل يومي.
ومن بعد العاصفة كمان شفنا انهيارات صارت بكل مناطقنا، مناطقنا الثلاثة صار هدول الأشياء. وآخرهم امبارح يعني. صح مزبوط بشكة. مزبوط. فنحن لما طلعت الفكرة وبلشنا ننشرها على السوشيال ميديا دغري، يعني بعد أقل من 10 دقايق بلش يجينا اتصالات والعالم تحكي معنا لحتى يوصلوا لنا غراض. طبعا الغراض اللي كانت عم توصلنا هي ألبسة، حرامات، في ناس عم بيوصلوا لنا مصاري تنشتري فيهم غراض للمحتاجين. فدغري صار هيدا الشيء يوصلوا لنا، يا اما هن يوصلوا لنا الاغراض يا اما نحن نروح نجيبهم منهم لهول الاغراض. وفعلا صار تجاوب من العالم بشكل رهيب، يعني نحن ما كنا متوقعين انه هالقد يصير في تجاوب. والحلو وعن جد الحمد لله الدنيا بعدها بخير، انه في كثير عالم تواصلوا معنا وكانوا عم بيوصلوا لنا مساعدات وما بدهم يذكروا اسمائهم حتى لنا، يعني ما بدهم يذكروا اسمائهم. فالحمد لله نحن بنقول انه بعد في الدنيا بخير، وبعد انه في ناس مثلنا، لانه في كثير غيرنا كمان عم يعمل حملات، بعد في ناس عم بيقدروا يعملوا يعوضوا شوي عن الدوله مقصره فيه بمطارح بعيده. يعني نحن قد ما اشتغلنا وقد ما عملنا بعدنا مقصرين. يعني هاي دول حملات بيساعدوا بشكل موسمي بشكل صغير العيال اللي هن اصلا بحاجه لمساعدات بشكل كثير كبير، هذا الشيء بسدهم شوي، يعني ما بدهم مساعدات بشكل يومي. مزبوط. فنحن يا ريت الدوله تطلع فيهم لهول العالم كمان، لانه هن مساعداتنا مش رح يقدر يسد الحجم الحاجه اللي هن بدهم اياها. هون كمان محمد بالنسبه لهالموضوع، يعني مثل ما عم تقول غنى بلشوا يوصلوا لكم يعني مواد عينيه، امور مساعدات، اموال حتى، وكمان اغذيه اكيد انتم بحاجه لها. وين يعني انتم عم تكونوا موجودين اذا هلا عم يسمعونا الناس وبلشوا يحسوا انه هن بدهم يقدموا، وين عم بتكونوا موجودين باي لحتى يقدروا يوصلوا لكم هالمساعدات؟ هلا هون اول شيء بدنا نشكر كل مين عم يساهم بهذا الموضوع، وعم نتشكركم انتم طبعا. اهلا وسهلا. التوزيع عم يصير عبر محلين، بطرابلس عبر بيت غنى، وانا عبر محلي بابو سمره. نعم. يعني اماكن شخصيه لإلهم كثير. يعني هي كلها طلعت عباره عن مثل نفره او من هالوضع اللي عايشين فيه، يعني غياب الدوله لعمدى سنين عم يجبرنا نحن كشعب نقوم بواجب الدوله بدل ما الدوله تقوم بواجبها. يعني نحن هون بدنا نوصل صوت انه نحن اذا الدوله غايبه عن حمايه الشعب اللبناني باوضاعه السيئه وتامن له ابسط سبل الحياه، نحن كشعب لبناني علينا انه نتفق نحن ببعضنا وما ننهش ببعضنا وندعم شعبنا. صحيح. ندعم اهلنا. صحيح. اللي بمناطقنا بلا تفرقه، اهم شيء هيدي النقطه بدنا نشدد عليها. ندعم حتى اللاجئين السوريين اللي هن ضحيه صراع كثير كبير وللاسف عم يعانوا مثلنا مثلهم. صحيح. بس الفكره برجع بكرر انه نحن لازم نشد على ايد كل شخص لبناني قادر يدعم ان شاء الله بألف، ان شاء الله بكنزه، شو ما كان، يدعم لنساعد بعضنا ونقوم ببعضنا ونحمي بعضنا بظل تراخي كثير كبير من قبل الدوله على مدى سنين. لانه كل فرد بيعمل فرق وهيدا. صح. هو الاساسي. فبنتمنى من عبر شاشتكم طامحين تزيد المشاركه، تزيد الدعم قدر المستطاع، لانه صراحه عبء الوضع الاجتماعي عندنا بالمناطق كثير كبير وبيحتاج دعم كثير 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 كبير وقوي لحتى نقدر ننجح هذا الموضوع ونساعد اكثر ناس. فبنرجع بنكرر انه اللي بحب يساعدنا في يتواصل عبر ارقامنا، وفي المحلات اللي عم نحط فيها المساعدات هي عبر بيت غنى بطرابلس، بس يتصلوا بيعرفوا وين، وعبر محلي كمان، محل صغير متواضع، بس انه بالنهايه العمل الانساني ما بيتوجب نقول والله انا ما عندي وعندي، لا، شو ما كان موجود تفضلوا سيدنا فيه ونحن بنتشكركم. صحيح. ومثل ما ذكرت يعني لا تفرقه لا عنصريه ولا دينيه ولا بالنهايه نحن كلنا عندنا هويه واحده، هي هويه لبنانيه. صحيح. وهذا هو الشيء الاساسي، كمان حب العطاء موجود عند الجميع وبحاجه لايادي مثلكم انه تقدر تفرجيهم انه نحن قادرين نساعد. وحتى قديش ممكن اشخاص كمان يقدروا مش بس يقدموا يعني تبرعات، قديش هن قادرين كمان يتطوعوا ويقدموا كمان خدماتهم نفسهم حتى يقدروا يكونوا معكم ويقدروا يوصلوا كل المواد العينية اللي عم تجي او هالمساعدات شو ما كانت لا اشخاص واصحاب الحاجات اللي بتكون موجوده بالمجتمع. صراحه بهيدي النقطه اللي انت عم تحكيها يمكن نحن ما لحقنا ننوه عليها. الفكره اللي انا بدي اقول لك اياها انه لما نحن اطلقنا هيدي الحمله في ناس
حست حالها هي اللي أطلقتها. يعني نحن كأنه حكينا وجع الناس، نحن أطلقنا الصرخة اللي بقلب الناس، نحن أطلقنا الضمير اللي بقلب الناس، اللي أنا إنه أنا حابب أعمل شيء بس أنا ما في إمكانية، يعني أنا بدي حدا شاركه بهذا الموضوع. نعم. نحن لما أطلقنا هذه الحملة صارت الناس قلنا نحن مستعدين، نحن مستعدين نروح معكم وين ما بدكم، نحن مستعدين نشتغل معكم بفرز الملابس اللي عم تجيكم، والخصوصي لأنه نحن صار عنا كميات كبير كتير كبيرة عن جد من الملابس، مستعدين نحن نروح نوزع معكم، مستعدين نحن يمكن إذا عندهم سيارات شخصية مستعدين حتى يعطونا سياراتهم الشخصية لحتى نحن نروح بحملات التوزيع. شددوا كثير على نقطة إنه نحن بنتمنى نكون معكم خلال التوزيع حتى لنشوف البسمة اللي بدها تنوجد على لوب الناس اللي أنتم رايحين لعندها. الناس عن جد يعني المجتمع اللبناني في طاقات خيرية وإيجابية كتير كبيرة، يمكن بس هو الإمكانيات والقدرات اللي عنده ما عم تسمح له، مثل ما لفت الزميل محمد بزال إنه الدولة في عندها غياب كتير كبير وخصوصي بالشارع وعلى المواطن اللبناني، حتى على اللاجئ السوري بالأنظمة اللي موضوع على اللاجئ السوري. أنا دايما بنوه على شغلة إنه كانوا يسألونا إنه ليه حطيته للسوريين وفي لبنانيين كتير محتاجين. أنا هون بدي نوه للفتة صغيرة إنه اللبناني شو ما كان عنده السقف اللي يقويه. نحن المناظر اللي يمكن خلعت القلب عنا هي لما بتلاقي الأشخاص عايشين بالخيم. لا صراحة طفلة مجمدة بقلب خيمة ومتوفية يا لطيف بعرسال مثلا. أنا بوجه تحية لكل أهل عرسال ولمخيمات عرسال، هيدي الطفلة اللي مجمدة بقلب الخيمة يمكن تكون أختي، يمكن تكون أختك، يمكن تكون بنت أي حدا فينا. صحيح. المي اللي عم بتفوت الناس اللي عم بيناموا على المي على الوحل، الناس اللي ما عندها تدفئة، الناس اللي ما عندها حتى تياب، الناس اللي ما عندها خبز تاكله، يعني في كتير اشياء نحن يمكن ما مش نحن كشباب عم نعمل قدرتنا الذهنية، عم نعمل قدرتنا الجسدية، قدرتنا الفكرية، لانه نحن ممكن ننشر هيدا الموضوع، ممكن نحن نوصل لأكبر عدد من الناس، بس بالنهاية في امكانيات يمكن بتفوق قدراتنا اللي نحن مفكرين فيها. يمكن لو بترجع على قدراتنا نحن في عنا أبعاد، في عنا هيكليات ممكن نحطها لحتى نساعد أكبر عدد ممكن. صحيح. بس في قدراتنا بتنحصر بهذا الموضوع. عن جد أنا برجع بتشكر كل الناس اللي عم تساهم معنا وكل الناس اللي عم تنوجد معنا، حتى في محلات عم تستقبل تحط الأشي الأغراض عندها بمناطق بعيدة كتير ما فينا نحن نوصل لها. عن جد شكرا. وهذا الشيء كمان كتير أساسي، يعني أنتوا لأنه كمان هون محمد مثلا أيمن عنده دراسته، أنتوا عندكم أشغالكم، سو كمان هذا الشيء بتطلب وقت بالنهاية، يعني غير العطاء اللي عندكم هي غير البسمة اللي أنتوا هي مردود كتير كبير لما بتشوفوها على وجه شخص عم تساعدوه، إنما قديش كمان عم تقدروا تتفرغوا أنتوا لهالشيء، وقديش عم بتشوفوا إنه عن جد في إقبال لناس تانيين عم بيساعدوكم مش بس ماديا ولا بأمور عينية انما ايضا بوقتهم. ونرجع نقول لهم كمان وندعي كل اللي عم بيتابعونا هلا نقول لهم شو فيهم يعملوا كمان ليساعدوكم. فعلا هي الشغله مش بسيطه مثل ما العالم ممكن يفكروا، هي كثير فيها تفاصيل. يعني نحن عملنا ليست بالاسماء العيال اللبنانيه والسوريين المحتاجين، بدنا نفرز الاغراض، بدنا نوزع بعده مناطق بشمال، فبدها كثير تخطيط وبدها كثير شغل. فهون كمان انا بدعي الناس انه يتطوعوا معنا ليساعدونا بهودي الاشياء. كمان بدعي العالم انه يرجعوا يتطوعوا يساعدونا بقد ما بيقدروا، يعني مثل ما ذكروا الزملاء قبل انه شغله صغيره ممكن تساند كثير، فكمان بندعيهم لهيدا الشيء. بتاخذ وقت يعني اكثر ما ممكن تتخيلي. يعني مثلا التليفون كل شوي حدا عم يتصل، اكيد عن محمد بالمحل، يعني كمان عم ياخذ من شغله، كمان عم ياخذ يعني كمان بيتك، هيدا الامور شخصيه وهيدا امور مهنيه وشخصيه ايضا. بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه. الدفى بايدك عنوان قليل يعني اذا فينا نقول على هالحمله اللي عم تقوموا فيها، لانه فعلا موضوع كثير صعب وخاصه بهالظروف المناخيه القاسيه ايضا اللي عم نمرق فيها حاليا. يعني بنحمد ربنا انه العاصفه اللي اجت هلا منها بقوه العاصفه اللي قبل، لانه كان يعني استأذيت المواطنين اكثر لانه هن اصلا متضررين من العاصفه اللي قبل. اكيد وعلى مدار السنه عم بيكون في اكيد نقص واحتياجات عديده، وللاسف ما عم بيكون في تغطيه لاحتياجاتهم كمان اللي عم بتكون موجوده على مدار السنه، لبنانيين ونازحين سوريين. محمد، غنى، ايمن، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف الف عافيه. بشكل كثير سريع لانه وقتنا خلص. ايمن، نحن امبارح بس وصلتنا حاله عن جد جدا سيئه بتتضمن مرأة ارمله مع اهلها مع اما بالبيت مع طفل معاق واخت تاني بقلب البيت، مش ساكنين ببيت، عفوا هن ساكنين تحت بنايه بكراج مفتوح مغطينه ببراده مع تواليت تحت الدرج. شيء يرسى له. يمكن هذا الشيء بيتخطى نحن امكانياتنا، لانه نحن يمكن ما عندنا هيدي الامكانيات. ففي حال في عن جد انه اي حدا يساعد بهذا الموضوع كمان نحن جاهزين،
او يمكن اذا بيروحوا لعندهم يتواصلوا معنا ونحن بندلهم على وين موجودين هن وهن بيقدروا يساعدون اكيد. وكل وسائل الاتصال فيكم طلعت معنا على الهواء بخلال حديثنا. اهلا وسهلا فيكم يعطيكم الف عافيه. شكرا اكيد رح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع الشيف، خليكم معنا.